في آخر لحظة قال عمر بن سعد، قاله: أحقا تريدون أن تقاتلوا هذا الرجل؟ وأهل بيت قال: نعم والله سنقاتله قتالا أيسره أن تطيح فيه الرؤوس والأعناق. قال: الله أكبر. الحر بن يزيد: ها، إذن الأمر جد الآن، ساعة الموقف، انتبهوا. قبل أسبوع قال لي أحدهم كلمة، أحد الإخوة الأحباب، والله إنها كلمة عظيمة، قال لي: ليس الإسلام في نظري أن تصلي وأن تصوم وأن تحج 20 أو 30 مرة وتتدروش وتطلق لحيتك وتلبس جلبابا أو تلبس نقابا، ليس هذا الإسلام الحقيقي. قال: الإسلام الحقيقي يأتي في لحظات. قلت له: ماذا تعني؟ قال: لحظات الموقف. إذا اقتضت مصلحة الإسلام ومصلحة الأمة أن تقف موقفا، قف موقفا صحيحا لمرة واحدة وستدخل التاريخ والجنة إن شاء الله تعالى. هو موقف ولو لمرة واحدة. وكم دخل التاريخ عظماء مخلدون، أماجد، أناس بمواقف مفردة أيها الإخوة، وعند الله لن تضيع لهم. الحر سجل موقفا وطوى مراحل كبيرة ومراحل بعيدة سحيقة بين النذالة أيها الإخوة وبين الكرامة، بين الخساسة وبين الرفعة، بين الخيانة وبين الأمانة لهذا الدين ولرسول الله ولأهل بيته. طواها ربما في 10 دقائق، لوى عنان فرسه وتردد قليلا، فروقه أحد جنوده، جندي مأمور، فأقبل عليه وقال له: يا حر، والله إن أمرك لمريب، وما رأيتك قبل اليوم قط تتردد هذا التردد، ويحك، ما خلفك؟ ثم قال له: ولو سئلت من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك. معروف بالشجاعة الحرة، هذا أشجع أهل الكوفة، ما بالك متردد؟ فقال له: ويحك، إني أخير نفسي بين الجنة والنار. يعلم أن قتل الحسين أخسر طريقة إلى نار جهنم، مش اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ. أين اجتهد فأخطأ من قول النبي: والذي نفسي بيده لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم امرئ مسلم لكبهم الله في النار على وجوههم. امرئ مسلم، مش ابن فاطمة، مش ابن علي، مش ابن رسول الله، مش الحسين، سيد شباب أهل الجنة، مسلم عادي مثلي مثلك، لأكبهم الله في نار جهنم. قابل الله بمنطق اجتهد فأخطأ. يا رب يا رب، اجتهد فأخطأ. هل تستطيع أن تقابل ربك غدا بهذا المنطق؟ أو تقابل نبيك غدا على الحوض بهذا المنطق؟ ستشرب من حوضه؟ تريد أن تشرب من حوض جد الحسين؟ وقد منع الحسين وأهل بيته جميعا 3 أيام من الماء ومات ظاميا. 3 أيام لم يعطوه ابنه الصغير أيها الإخوة، ابن أشهر، ضربه المجرم أحدهم بسهم فنحره من الوريد إلى الوريد ومات الطفل أيضا أيها، وقد شرق بدمه، لم يعطوه قطر من ماء. طفل صغير ابن أشهر رضيع، ابن حسين أيضا، ابن رسول الله، أهل بيت رسول الله، إلا المودة في القربة، إلا المذابح في القربة، إلا الملاحم باسم الإسلام في القربة. كارثة، مأساة، وأي مأساة. من مبلغ فاطمة بضعة أحمد قضى نجلها ضامن بصارف ملحدي، بصارم ملحدي، أيقضي سبط النبي محمد ضمن وجده الساقي على الحوض في غدي؟ أيقضي ضمن وجده صلى الله عليه وسلم هو الساقي على الحوض في غدي؟ 3 أيام، انظروا إلى النذالة، إلى الخساسة. 3 أيام منعوا المسلمين، لا نقول أهل بيت النبي، مسلمين، إنهم مسلمون أمثالكم، منعوهم الماء ثم مثلوا بهم ومثلوا بأبي عبد الله أيها الإخوة، داسوا صدره الشريف وبدنه بخيولهم لعنة الله عليهم. الحقد، حقد النذالة، حقد الجبناء، إنه حقد حتى هذا مع الكافر ممنوع. أبو بكر غضب غضبا شديدا لما جاء يوما برأس رأس كافر، قال: لا تحمل، ألا لا يحملين، لا يحملن إلي بعد اليوم رأس أبدا. غضب، ما هذا التمثيل، منهي عنه، لكن مثلنا بأبناء رسول الله. رسول قيصر أيها الإخوة، رسول قيصر جعلتنا هذه الحادثة شماتة للكفار. رسول قيصر الروم بعث المسلمين لبني أمية، يقول لهم، يقول لهم: لدينا في دير من الديور، في مكان عندهم في بلاد الروم، حافر حمار عيسى نعظمه كما تعظمون الكعبة، وننذر له النذور العظام، وأنتم قتلتم ابن بنت نبيكم، هنيئا لكم، أنتم أشهد أنكم على باطل. رسول قيصر هكذا بعث قيصر يقول: نحن نقدس مش عيسى، حافر حمار عيسى، مش ابن محمد، ابن بنت محمد، لا، أنتم قتلتموه. قال: أشهد أنكم على باطل، كذب منافقون باسم الدين، الدين منكم براء، الدين منكم براء. على كل حال،
ثم قال الحر ابن يزيد لجنديه، قال: أؤامر نفسي بين الجنة والنار، فلا والله لا أختار على الجنة شيئا، ولو قطعت إربا إربا، ولو مزقت ولو حرقت بالنار. ثم ثنى عنان فرسه وصار في عسكر الحسين عليه السلام. فقاله الحسين: صدقت أمك إذ سمتك الحر، وإنك لحر إن شاء الله في الدنيا والآخرة. هذا رجل حر، في ساعة تبدل موقفه وقاتل قتال الصناديد الكماء الحماء الأبطال، وخر صريعا رضي الله عن الحر وأرضاه. جرت بينهما أيها الإخوة محادثة بين الحسين والحر، فقال له الحسين يخاطبه في الناس في جماعة الناس: أيها الناس، لقد قال رسولكم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من رأى سلطانا جائرا ظالما يستحل محارم الله، أو قال يستحل حرام الله، أي محارم الله، يستحل حرام الله وينكث بعهود الله ويخالف عن سنة رسول الله ويعيث في أمة محمد بالفساد والجور، إلا كان حقا على الله أن يدخل مدخله كل من لم يغير عليه بقول ولا فعل. الله أكبر. لا تقول لي أنا هذه أمور سياسية لا أتدخل فيها، أتركها لأهلها، أتركها للعلماء، أتركها للمفاتي، للفقهاء. سيدخلك الله مدخل هؤلاء الظلمة، ينبغي أن تكون لك كلمة وكلمة جهيرة. الحمد لله، كما قلنا، الحقائق تدافع عن نفسها في حس الأمة كلها. الساكت عن الحق ليس معذورا، شيطان أخرس، شيطان وشيطان أخرس. الساكت عن الحق شيطان أخرس. شارل بيجي الشاعر الفرنسي الشهير يقول كلمة حقيقية بنفس المعنى، يقول: كل من علم الحق لا يرتب فيه ثم لم يصرخ به بصوت جهير هو في زمرة الكذابين والمزيفين. طبعا كذاب، تسكت أنت كذاب، بسكوتك أنت كذاب، تكفل سواد الكذابين والمزيفين. ينبغي أن تصرخ بالحقيقة من غير تهيب ولا وجل. أيها الإخوة، التاريخ لا يتحرك أحيانا حين يجمد، وتاريخنا الآن جامد. الآن الأمة الإسلامية، الأمة المحمدية، واقعها وتاريخها جامد، نكاد لا نتحرك، وإذا تحركنا نتحرك إلى الخلف. تعرفون التاريخ أيها الإخوة لا يحركه إلا رجال من طراز الحسين عليه السلام، استكملوا شرطين أيها الإخوة: الوعي الصحيح بالمبادئ، طبعا الخالدة للمبادئ الصحيحة، ليست المسممة، ليست المضللة، ليست المزيفة، الوعي الصحيح. وبعد الوعي، الوعي وحده غير كاف، هناك أناس تعرف الحقائق لكنها تجبن وتخاف وتقدم مصالحها، ليس كذلك؟ أو مصالح فئتها أو حزبها أو قبيلتها أو لا 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 ندري. الوعي أولا، ثم بعد ذلك الروح، الروح حل، الروح الوثابة، الروح الصادقة، الروح بكلمة واحدة الحرة، الروح الحرة المتحررة. هؤلاء أيها الإخوة سيحركون التاريخ، وصدقوني لا عبرة هنا لا بالكثرة ولا بالقلة ولا بالنصر ولا بالهزيمة في المدى العاجل. قد يهزم هؤلاء في المدى العاجل، لكنهم بحول الله وقوة الله وكتاب الله وكلماته وسنن الله منصورون غدا أو بعد غد إن شاء الله تعالى. واقرأوا التاريخ كله، من هم الأنبياء؟ من هم الرسل؟ هل هم إلا أفراد؟ مجرد أفراد. وكيف بدأوا؟ هل بدأوا بجماعات بالملايين؟ برؤوسهم، برؤوسهم الحاسرة هكذا وحدهم، حاسرة ليس بينها وبين السماء حجاب، صلة قوية، وحدهم بدأوا. وبعد ذلك انتهى بعضهم ومضى شهيدا، قتل دون أن يحقق شيئا في المدى القريب، وبعضهم خرج بأحد الناس اتبعوه عشرات أو مئات فقط بعد 30-40-50 سنة من الصدع. بماذا؟ بالكلم العلوي، بالهدى السماوي. وبعضهم أخرج الله به أمة خالدة كهذه الأمة المرحومة، نسأل الله أن يرحمنا.